السلام عليكم، أهلا بكم. النهاردة هنتعلم حركة جديدة من حركات السباحة وهي الهاي إلبو. إيه هي الهاي إلبو؟ الهاي إلبو بتبقى بديلة عن إن دراعي يكون مفروض تحت المية، وده ليه؟ لأن ده بيقلل مقاومتي للمية، فالحركة دي بتبقى نوع من تسهيل الموضوع على السباح. لازم تستخدمها لو انت داخل سباق او بتنافس في بطولة، لانها بتقلل مقاومتك للمية. ولو لاحظت معظم السباحين او كل السباحين بيمارسوها في البطولات، لانها بتقلل مقاومتك للمية وبالتالي تكون سرعتك اكبر. بتبقى بالمنظر ده، دراعي ما بيكونش مفرود، بيبقى متني على بطني، تمام. بسحب المية، صابع كبير يلمس الشورت وآخد مية، أسحب مية وألقح المية بره ورايا كده، ده هيعمل لي نوع من الدفع للأمام. أتمنى تكونوا استفدتم، شكرا لكم، سلام.